بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بناخذ معاكم تطبيقات المشتقة الأولى والثانية، الجزء الثاني من رياضيات 6 ريض 366 للمستوى الثالث العلمي. بناخذ اليوم أهداف الدرس أن يجد الطالب نقاط الانقلاب اللي هي الانعطاف للدالة، أن يدرس الطالب فترات التقعر لمنحنى الدالة، أن يجد الطالب القيم العظمى والصغرى المحلية باستعمال المشتقة الثانية. آية تشوف عندي النظرية اللي هني، ملخص النظرية يقول لي أن المشتقة الثانية لما تكون موجبة يطلع عندي التقعر إلى أعلى، أما المشتقة الثانية لما تكون سالبة فيكون منحنى الدالة مقعر إلى الأسفل. نظرية ثانية، مدام أنا خذيت في النظرية الأولى أن القيم المشتقة الثانية لما تكون موجبة يكون منحنى الدالة مقعر إلى أعلى، ولما تكون سالبة منحنى الدالة مقعر إلى أسفل، فأنا أشوف عندي نقطة هني لما المشتقة الثانية تساوي صفر، فلما المشتقة الثانية تساوي صفر يصير عندي هني نقطة انقلاب لمنحنى الدالة. ناخذ أول هدف اللي هو نقطة انقلاب اللي هو انعطاف ودراسة تقعر المنحنى. ناخذ المثال الأول، أوجد نقاط الانقلاب إن وجدت لمنحنى الدالة f of x تساوي x تكعيب، وحدد الفترة التي يكون فيها منحنى الدالة مقعرا إلى أعلى والفترة التي يكون فيها مقعرا إلى أسفل. في البداية باخذ الدالة f of x تساوي x تكعيب، أجيب المشتقة الأولى للx لل f of x هي عبارة باخذ الثلاثة وبحطها قدام، ليش؟ لأن ضربت الثلاثة في معامل x تكعيب اللي هو واحد، ثلاثة في واحد يعطيني ثلاثة، أطرح من الأس واحد فيعطيني اثنين، فتطلع ثلاثة x تربيع. بعد ما طلعت المشتقة الأولى أي أطلع المشتقة الثانية تساوي بضرب ثلاثة في اثنين يعطيني ستة، نفس الشيء بطرح من الأس واحد فيعطيني واحد هني، فيبقى عندي اللي هو ستة إكس هي المشتقة الثانية. بعد ما طلعت المشتقة الثانية باخذ المشتقة الثانية وبساويها بالصفر. سويت المشتقة الثانية بالصفر، أبتدي أحل هذه المعادلة. 6 إكس لأن بين الستة المعامل والإكس ضرب، فبنقلها بالقسمة، صفر قسمة ستة يعطيني صفر، فطلعت قيمة من اللي هي الإكس. أي أعوض بقيمة إكس في الدالة، فلما أعوض بالإكس في الدالة أنا عندي الدالة إكس تكعيب، أعوض بإكس بصفر فتطلع عليه صفر تكعيب يعطيني صفر. فعندي هني النقطة صفر وصفر، ليش صفر وصفر؟ لأن قيمة إكس بصفر وقيمة واي هي إف أوف صفر. صفر أسميها نقطة انقلاب، ودائما أنا أطلع نقطة الانقلاب بعد ما أشتق المشتقة الثانية. أنتقل هني إلى الجدول، ليش؟ لأن أنا أشوف المثال اللي عندي اللي هو أوجد نقاط الانقلاب، طبعا أنا طلعت نقاط الانقلاب، أكمل السؤال وأشوف وحدد الفترة التي يكون فيها منحنى الدالة مقعرا إلى أعلى والفترة التي يكون فيها مقعرا إلى الأسفل، فأنا بحتاج أسوي هذه الجدول. في الجدول بحط أول شيء قيم X، بعدين إشارة المشتقة الثانية، وأخيرا اتجاه تقعر منحنى الدالة f of x. قيم x بحط خط الأعداد من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، وضفت في الوسط اللي هي النقطة صفر، ليش؟ لأن أنا طلعت الإكس للمشتقة الثانية بصفر. أي الحين أخذ نقطة أقل من الصفر، مثلا لو خذيت النقطة سالب واحد أروح أعوض عنها في المشتقة الثانية، ستة في سالب واحد يعطيني سالب ستة، معناتها إشارة المشتقة الحين صارت شنو؟ إشارة سالبة. أي نقطة أخذها أقل فبتطلع علي لما أعوض عنها في المشتقة الثانية إشارتها سالبة. أروح أخذ نقطة ثانية مثلا لو خذيت واحد أكبر من الصفر،
أعوض عنها في المشتقة الثانية، 6 في 1 يعطيني 6، معناته إشارتها موجبة. أي رقم أخذه أكبر من الواحد، لو خذيت مثلا 2 بقول 6 في 2 يعطيني 12، ونفس الشيء بتصير الإشارة موجبة. فباي هني أشوف أن إشارة المشتقة الثانية لما تكون الأعداد أكبر من الصفر تكون موجبة. أي أشوف اتجاه تقعر منحنى الدالة، مدام الإشارة سالبة فيصير عندي تقعر إلى أسفل، الإشارة موجبة يصير عندي تقعر إلى أعلى. فبشوف هني منحنى الدالة، بكتب F منحنى الدالة F مقعر إلى أسفل في أي فترة؟ أنا بقول من سالب ما لا نهاية إلى الصفر، ودائما أحط الأعداد السالبة قبل وبعدين الأعداد الأكبر عقب، سالب ما لا نهاية إلى الصفر، يعني من الأصغر إلى الأكبر. ومنحنى الدالة F مقعر إلى أعلى من وين؟ من الصفر إلى ما لا نهاية، أنا شفت أنه هو مقعر إلى أعلى، لذلك أنا حطيت القيمة الأصغر اللي هي الصفر قبل بعدين ما لا نهاية. وبذلك أنا انتهيت من هذه المثال، طلعت اللي هي نقاط الانقلاب ومتى الفترة تكون للمنحنى يكون عندي مقعر إلى أعلى ومقعر إلى أسفل. ننتقل الحين إلى النظرية اللي عندي هني. النظرية هذه تقول لي تكون المشتقة الثانية لما تكون عندي موجبة يعني أكبر من الصفر تطلع لي قيمة صغرى محلية، ولما تكون المشتقة الثانية أصغر من الصفر معناتها سالبة، فهي تكون الدالة F قيمة عظمى محلية، للدالة F قيمة عظمى محلية. أي أشوف هذه المثال، أوجد نقاط الانقلاب إن وجدت لمنحنى الدالة، عطاني f of x تساوي x أس 4 سالب 6 x تربيع سالب 7 أو ناقص 7، وحدد الفترة التي يكون فيها منحنى الدالة مقعرا إلى أعلى والفترة التي يكون فيها مقعرا إلى الأسفل، ثم بين نوع النقاط الحرجة باستعمال المشتقة الثانية. فأنا بلاحظ عندي في السؤال هني عندي 3 أشياء طلبها مني، اللي هي نقطة الانقلاب أو نقاط الانقلاب مع متى يكون منحنى الدالة مقعر إلى الأسفل أو مقعر إلى الأعلى، وآخر شيء يبي نوع النقاط الحرجة. أبتدي هني، أي الدالة اللي عندي بشتقها، فباي هني بقول الدالة اللي عندي x أس 4 مشتقتها بضرب الأربعة في معامل x أس 4 يعطيني 4، بطرح من الأربعة 1 فبيعطيني تكعيب، بعدين ناقص 6 في 2 يعطيني 12، أطرح من التربيع الأس 1 فيعطيني فقط x أس 1، سالب 7 لأنه هو عدد ثابت فمشتقة أي عدد ثابت هو الصفر. أنتقل بعد المشتقة الأولى أشوف المشتقة الثانية، وبنفس الطريقة أضرب 4 في 3 يعطيني 12، بعدين أطرح من الأس 1 يعطيني تربيع، سالب أنزلها 12x، قلنا في الدروس السابقة دائما لما يكون المتغير أس 1 فمشتقته هو المعامل له فقط 12. أروح أخذ المشتقة الثانية وأساويها بالصفر، بقول 12x تربيع ناقص 12 يساوي 0، أقسم المعادلة كامل على 12 فيعطيني x تربيع ناقص 1 يساوي 0، أي أحلل x تربيع ناقص 1 أفتح قوسين، فباي بقول التحليل لها x ناقص 1 في x زائد 1 يساوي 0. أنا هني في القوسين هني القوسين حللتهم بذي الطريقة لأن عندي x تربع ناقص 1 هو الفرق بين مربعين، وتحليل الفرق بين مربعين أن أنا أحط قوسين أحلل الحد الأول x في x وقوس سالب وقوس موجب، بعدين أحلل الواحد هي عبارة عن 1 في 1. الحين بايك أخذ كل قوس وأساويه بالصفر، خذيت القوس الأول اللي هو x ناقص 1 يساوي 0، نقلت سالب 1 وصارت عندي 1 موجبة،
أخذ القوس الثاني x زائد 1 يساوي 0، أنقل موجب 1 فيصير سالب 1. أروح حق المعادلة الأصلية اللي عندي في السؤال الدالة الأصلية وعوض عن كل x مرة بواحد ومرة بسالب واحد، فلما عوض في الدالة بقيمة x بواحد يطلع لي سالب 12، ولما أعوض في الدالة بx سالب واحد بتطلع الإجابة عندي سالب 12، فتطلع لي هني نقاط الانقلاب، تطلع لي نقطتين اللي هي واحد وسالب 12 وسالب واحد وسالب 12، فأنا أوجدت نقاط الانقلاب. آية تشوف الجزء الثاني، بحتاج إلى الجدول، فبحط عندي قيم x مع إشارة المشتقة الثانية ومن ثم اتجاه تقعر منحنى الدالة، فبحط خط الأعداد من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، أحط النقطتين اللي أنا طلعتهم اللي هي قيم x سالب واحد وواحد. آية تشوف إشارة المشتقة الثانية، لما أخذ عدد أصغر من سالب واحد، مثلاً خذيت سالب اثنين وأروح أعوض عنه في المشتقة الثانية، فسيدة من أعوض عن x بسالب اثنين وأدخل في الآلة الحاسبة بتطلع لي إشارة الإجابة موجبة. ولما أخذ أي عدد بين سالب واحد والواحد، مثلاً لو خذيت اللي هي الصفر وعوضت عنها في المشتقة الثانية 12 في 0 تربيع يعطيني 0 ناقص 12، فمعناته يطلع لي الإجابة سالب 12 إشارتها تكون سالبة. آخر شيء باخذ أي عدد أكبر من الواحد، لو خذيت مثلا 2 فبايقول 2 تربيع يعطيني 4، 4 في 12 24 ناقص 12 يعطيني 12، فتكون الإشارة موجبة. أينتقل إلى اتجاه تقعر منحنى الدالة، مدام الإشارة عندي موجبة هني فأنا عارف أن التقعر يكون إلى أعلى، الإشارة هني سالبة فالتقعر يكون عندي إلى أسفل، وفي النهاية نفس الشيء الإشارة موجبة فالتقعر يكون إلى أعلى. فبيا أكتب منحنى الدالة F مقعر إلى أسفل في وين؟ أنا أشوف في الفترة من سالب واحد إلى واحد، ومنحنى الدالة F مقعر إلى أعلى، أنا عندي صيغتين، إما أن أنا أكتب في R يعني جميع الأعداد الحقيقية ما عدا سالب واحد وواحد، ليش؟ لأن لما أشوف اللي عندي الجدول هني كامل مقعر إلى أعلى ما عدا في هذه الفترة، لذلك أنا حطيت ما عدا سالب واحد أو واحد، وعندي صيغة ثانية أقدر أكتب فيها أن من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد بذي الشكل اتحاد من واحد إلى ما لا نهاية، ففي هذه الفترة يكون منحنى الدالة مقعر إلى أعلى. أنا بذي الشكل انتهيت من السؤال الجزء منحنى الدالة مقعر إلى أعلى ومقعر إلى أسفل. أنتقل إلى آخر جزء في السؤال اللي هو بين نوع النقاط الحرجة باستعمال المشتقة الثانية. أخذ المشتقة الأولى أساويها بالصفر، فخذيت 4x تكعيب ناقص 12x يساوي صفر. أخذ 4 عامل مشترك، ليش؟ لأن هني 4 في 1 وهذا 12، 4 في 3 فخذيت العامل المشترك 4، x تكعيب و x خذيت العامل المشترك اللي هو ال x، بعدين أحط ما بقى من الحدود داخل القوس، 4 خذيت العامل المشترك، x تكعيب خذيت العامل المشترك x فبقالي x تكعيب x تربيع ناقص 12 هي عبارة عن 4 في 3، خذيت الأربع عامل مشترك بقالي الثلاثة، وطبعاً الإكس أنا ما أخذتها عامل مشترك. أساوي 4x بصفر وإكس تربيع ناقص 3 بصفر. أقسم عندي هني 4 وإكس بينهم ضرب، فأنقلهم أنقلها الجزء الثاني الطرف الثاني بالقسمة على 4 فيطلع لي صفر. طالع هني x تربيع ناقص 3 أوديها الطرف الثاني سالب 3 تصير لي موجب 3، ولما أخذ الجذر التربيعي للطرفين دائما يعني هني في هذا الجزء، لما أخذ
الجذر التربيعي لإكس تربيع مع الجذر التربيعي للثلاثة، بصير بيطلع عندي هني ان القيمة اللي تطلع لي موجبة وسالبة، ما يصير اقول ان فقط اكس تساوي موجب جذر ثلاثة، لازم اكتب موجب وسالب جذر ثلاثة. هني بكتب للدالة اف نقطة عظمى محلية عنده صفر وسالب سبعة، هذه النقطة ليش سالب سبعة؟ أنا عوضت بهذه الصفر في الدالة فتطلع الإجابة سالب سبعة. بعدين للدالة اف نقطة صغرى محلية عنده كل من جذر ثلاثة وسالب ستة عشر وسالب جذر ثلاثة وسالب ستة عشر. أخذ الجذر ثلاثة أعوضها في الدالة فيطلع لي سالب 16، وأخذ سالب جذر ثلاثة أعوضها في الدالة الأصلية فيعطيني سالب 16. وليش قلت هني نقطة عظمى؟ حتى من الجدول اللي عندي هني أشوف عند الصفر نقطة عظمى، ولما أخذ عند جذر ثلاثة، جذر ثلاثة هني تصير قيمة صغرى، وهني عند سالب جذر ثلاثة في ذي الجزء بعد نفس الشيء تصير عندي اللي هي نقطة صغرى محلية. وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال، وننتقل إلى المثال اللي بعد. الحين بنبتدي تمرين جديد، نشوف التمرين اللي هو إذا كان الدالة fx تساوي ax تكعيب زائد bx تربيع زائد 9x زائد 1 قيمة عظمى محلية عند x تساوي 1 وقيمة صغرى محلية عند x تساوي 3، فما قيمة كل من b و a؟ أنا خذيت هني المشتقة الأولى وسويتها بالصفر. ليش أنا خذيت المشتقة الأولى وسويتها بالصفر؟ لأن هو قال لي في السؤال للدالة قيمة عظمى محلية وقيمة صغرى محلية، ومتى تكون لها قيمة عظمى محلية وقيمة صغرى محلية أقدر أطلعها؟ إذا خذيت المشتقة الأولى وسويتها بالصفر. باخذ هني عندي اللي هي الدالة الأصلية هذه وبضرب المعامل A في 3 فيعطيني 3A تربيع، نفس الشيء B في الأس 2 بيعطيني 2B X زائد 9. ليش؟ لأن X اللي عندي إياها هني هذه X أسها 1، فأنا دائما بس آخذ معامل الـ X هو عندي المشتقة. طبعا عندي الواحد هني هذه مشتقتها بصفر لأن أي عدد ثابت مشتقته بالصفر. انتقل هني باي اخذ اكس تساوي 1 من السؤال وبعوض عنها في المشتقة اللي انا طلعتها، فيطلع عندي 3a زائد 2b زائد 9 يساوي 0. هذه الخطوة هذه المعادلة الاولى اللي انا احتاجها. الحين باي اعوض عن اكس تساوي 3 نفس الشيء في المشتقة اللي انا طلعتها، بيطلع عندي هني 3 A شلت X تربيع وحطيت بدالها 3 تربيع زائد 2 أكو 2 B بنزلها X بعوض عنها بثلاثة زائد 9 أكاهي، بقول 3 تربيع 9 في 3 يعطيني 27 A بتنزل الـ A، 2 في 3 يعطيني 6 B زائد 9 بتنزل يساوي 0. الحين أنا بقسم المعادلة كلها على 3 فيطلع عندي هني 27 على 3 يطلع لي 9، 6 قسمة 3 يعطيني 2، 9 قسمة 3 يساوي 3 يساوي 0. بعدين هذه بخليها رقم 2. أي آخذ المعادلة اللي عندي هني رقم 1 أطرحها من 2 فبقول 9A ناقص 3A بيعطيني 6A، 2B ناقص 2B بيعطيني 0، 3 ناقص 9 بيعطيني سالب 6 وأقول يساوي 0.
فبيصير عندي بذي الشكل. ليش؟ لأن أنا خذيت سالب 6 أوريدي، 0 ناقص 6 بيعطيني سالب 6، نقلت السالب 6 إلى الطرف الثاني فصارت موجبة، صار عندي 6A يساوي 6. أقسم الطرفين على 6، ليش؟ لأن أنا هني 6 في A أوديها بالقسمة فتصير 6 على 6 1، فطلعت عندي قيمة A. بالتعويض في A في 1، أروح حق المعادلة اللي أنا حطيتها رقم 1 وأشيل كل A وأحط عنها 1، فتصير لي بذي الشكل. 3A بحط بدال الـ A بواحد، 2 B بتنزل، 9 بتنزل يساوي 0. بيصير عندي هني 3 في 1 3 زائد 9 يعطيني 12، زائد 2 B تنزل نفس ما هي يساوي 0. اخذ ال 12 اوديها الطرف الثاني فبتصير سالب 12 بالقسمه على 2، لان هني 2 مضروبه في بي فبيعطيني سالب 6. وبذي انا طلعت قيمه الاي بواحد وقيمه البي بسالب 6. وبذي الشكل انا انتهيت من هذه السؤال التمرين اللي عندي اياه. ارجع للسؤال واتاكد انه هو بس هذه المطلوب من عندي. نعم هذه المطلوب اللي هو اي وبي. وفي النهاية نشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق.